ما زال اللباس العربي المتمثل بالجلابية يحتل مكانة مرموقة في الحسكة، وخصوصا في أسواقها التي طالما بقيت محافظة على الأصالة والتراث. سابقا كان زي العرب كان موديل واحد، طقم عربي زي كان واحد، او قبل كان زبون او فروه. هلا حاليا اختلف الموديلات كثير، مثل هالقلابيه قبل كان زي واحد، ما لا في كان موديل لا في شيء، هذا قماشه هنديه ساده اسمه موديل خليجي نسميها. اجت الفتره هلا حاليا صار له سنه تقريبا موديل جديد جاي طلع شبابي تضريز. طبعا هذا بالنسبه انه هنا سوق شعبي، يعني يعتمد على القلابيه، على فروه، على ابطيه، حسب متطلبات اهل الريف. طبعا هلا نحن هلا عم نشتغل قلابيه تخريج، هاي قلابيه اول اللي كنا نسميها قلابيه حمويه، بس هلا من فتره وجاي صارت تقريبا موديل جديد يعني هلا على الشباب. يعني قلابيه الخرج تعتمد اول شغله على نوعيه الخيط، الرسمه اللي بده اياها الشاب. وتنقسم الاشكال الخاصه بخياطه القلابيه الى الخليجي ومنها السعودي والكويتي والمخرج التي يرتديها جيل الشباب، كونها تأتي مجسمة وتحتوي على كسرات وأساور عند المعصمين. والنوع الثاني العربية التي تكون فضفاضة أكثر ويرتديها كبار السن. أنه لباس هيك، لباس تراثنا القديم، لباس أجدادنا، بيعطيك راحة باللبس، أفضل من اللباس يعني كلباس البنطلونات، هيك تحس براحة بلباس ولا ضيق لا شيء. هلا هاي العادة أول شغلة هي تراث، وهي اريح طبعا باللبس، اريح من البنطلون يعني. بالصيف ابرد وبالشتاء ادفى وحركتها اسهل من البنطلون. وتعتبر القلابيه في ريف محافظه الحسكه اللباس الرئيسي والرسمي، سيما وانه يلبس بكافه المناسبات ويعطي مرتديه الراحه بالحركه. احمد الحمدوش للاخباريه السوريه، الحسكه.